محمود دواء قضبي اللي حيركيه سجل لو جبعين إنه يها قضب كعين كي عين كسرات المامية إنه مدحوينه وريتشيو هدي بس هاي تاي مدحوينه إنه وريتشيو وأكون كل جو وريتشنية يدا لفت يدو أسفل يا بقرن بعد بس إسكت دارن يا الله ترتمي يا ما عد وا يعد اللي جو وريتشنية أنا كاسرنا وحنسلا هاي عدي مهيسة أيوب هنيه هدي هش استعي وما حونا إذا كل هالشيء سي إن حسب قال وريتشيو قابته وكرد عي إيه هالشيء سكو إذا وكوريتشنا يي إذا وكم غني هيا وبعد إذا كان حاسد حلا صنادات يدا لفتيد وحيو باهنت هاي إنه محمود عبد الله هدي ده الله بلن قاضي أنا جمعنا نوجين إذا قاره الله بلن قاضي هدي الله بلن قاضي وعذو بلن قاضي deenu si fiican u muujiyo yiraahdo halka iyo halkaas ay haydo balantaana waan qabay idaasuna way balan qaaday maxamuud de taas looga baahan yahay laakiin waxaan ogahay xisbiga waa dimuqraadi umad badanina shacabiyad ballaadhan uu leeyahay oo lixda gobol ee waddanka ah habinta uu ka hadlayana waa loo tartamaa qofkii ay doortaan golayaasha u degsan حسبيكم أيوم بعدين قدومي على النقطة وحين ثالث أفسي سن أنا قم موجين تمع محمود كشرة أنا رجع بعدين أو كشرة باكرة وحنا السوقية مروه مركا أي قرار ديهين يا أنا بسلاي هذا السوق قاد أفكنا قرار بيكون دلا على وش أنا حنون بيكون دلا وحبو وحياوها قاركود حليه إليه حلقة أي وحاس أي ديار كيهين أيوم بقى هذا الكود في عيني هاي لكن حين اللي أنا بصلين أنا غير ما هاي إن ما هكول هذا أي وقت بدنا نسكعلهم يه محمود تناسلات بدن بالله سمي محمود ما كان تعرف استدبوا النقطة مير نبدي برعاء ١٩٩١ كي تناسلات بلو سمي رق بدن ولد اه يكو كواوي او شفد اها وان مالنا كبحن ايا محمود وقت تناسلي مير نمدي برعو برلمان كي بورما يكون يسغال بغلي صدحي سغاشن كي محمود ولو تناسلي مركو ديدين وهارو وحل تناسليي ninkii ugu siyaasadeenaa Soomaaliland oo jaamac Saalax Axmed Lawrence Jermaine qana ku magacdheera siyaasadana galay waqti aanay dad ku jirin hogeyaha guud ee xisbiga sanan ahaa Itoobiyaana ilaa iyo xeel sanan ay wada shaqeeyeen ayaa uga tanaasulay Xamuud xisbiga kulmiye markii uu doorashada hore uu ku dhacay waxba isaga looga tirinay gobolkii uu joogayna waa lagaga guuleystay markii uu xisbigaas uu dhacayna maxamuud xisbigii guuleystay ayuu u galay waxaan ku dhahday gacsaarna ay wada yeesheen sidaana uu ku dhoofay 8 sanadood ee uu dagaalka xisbiga ku jiray mucaaradka ahaana maxamuud waa maqlay wuxuu soo cagadhigtay goortii uu waxaan ku dhahday guushuba ay madaxa keentay ayuu maxamuud yimid markaana ragii 8 sanadoodba shaqeynay waxaa soo xadaafiira soo maray way u tanaasuleen 7 sanadood buu wasiir ahaa oo wasiir culus ahaa sanad sagaal xilka ka sii maqnay maxamuud wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo xarakaad uu rabo kursiga guddoomiyenimada maxamuud anigu ma garanayo sida uu xaqa ugu helay inuu maalinba kursiga meesha yaalla inuu isagu uu boqranaado hankaasu rag badan buu jiraa nin walibana waqtigeedi u eegi rag haru doonay baa jira anigu ismaba lahayn horta maxamuud guddoomiyuhu doonay waayo raggii haru doonay wixii uu ka yeelay baan ogaa markaa waxaan islaa guddoomiyuhu dooni maayo magaca guddoomiyaha waa ka xanaaqaayo ma doonayo laakiin raggii xaadir oo iskaba jooga inuu maanta haddana isagu horrado oo ugu horreeyo yidhaahdo anaa doonaya
أنا وتعالى وحنو أركا أرينو محمد آدي آدي قد دقيقي محمود كحد لما يانو قبان قابضة لكن مرو ما كورانا يايو محمود ديمو أبليكيشن نمو كينين فينا ما بحين حسبنا ما إيمان اسمه شرحين حق الحول هذا يمس شرحه ولها سو تجي لها أضبع كده لها تعمو هلا هم هو وايد لكن هدانا بقى إيمان يو أذن يا ولي يا ولي جديد ما بو إيمان سدا مراها كلام الله وترتمي يا كوا وتعبان يبا أيود يسقون أو ترتمي لها تبنا مو هلا هم هو وايد تحسنا وحيلت هاي إنانو محمود قرر هاي محمود حبين قريوتي أقراد حي كبحضي مدحوينه وهي يقول حبين تا واحد سينة سا محمود تد بضن باو تاقنا قار حبين تاس أحمد آدم على القدر بوها أرود السيبا كتشرتي ومدحوينه حقوقات كاستي إن حبنتها محمود لسي مدحوينه وحوش على محمود إنه قلاه ده حسوك وأن كل بوح من الآن أنا محمود ده بدك تشوف أنا وحالتها إنه أبال وين نفري منا هين ما تكيك على الله اسمله محمود رجع ووجا تعبدنا حسبك يسوع بحستي سي مدحوينها يسوع بحستي سطان انت عن كوج هاي هل تريب أن نسرعني تريب كنا وحنو هين لبتشنا حوك على الصعدة محمود سجى كان بين كيس جار كا كشري حسبك رك كان بين كي ده وقصو بحلها بودي ركا إنه حسبك وش غيني يي إنه سو جار وش غي سنة يي أنا أقول مكلا جرينين لكن وحيون ياهيت نجاروش قسنين وياه أحدقة هي بلنك بحها تقوم ذحونها وكل شيء أنا وتعمل ذحونها بقى ورا الماء لكن أنا متجاري صامرتي والله راضي أنا دحمرتي أيام كهاد لي ياو حمود أيامي هو جدا ما يسي كان بينك أنا وحوجا يرنا خلاص سنة هنا وعلى سوق هاي جي يوم نبى ندح شوقي أحنا كبرنا إنه وحي هري شيء إن أنا لقناه ربنا إنه يمكن وضع الصب يوم حان كل هذاي شو ونكسن وكان بيجي لقوا قراه إن أنا كوشين وحان كل وحي هران وحبك ترسل معي لكن هذا إنه ما أنتهى شيء إنه وحن ربع أنا واحد جاي كبح ماي أنا ذا دو كبح بالمي قارن أنت واحد محمود وسيهي إدي كل عضي يو و و و حاضر أو واحد هاجر مركا وحيلتها ما ماها ومشود لكن آيات القرآن كاهية أحاديث تيجي سياسة الله ما سوق بصلا سبت حويان هذا وحقوق صابيرة ما ماهنا من نقول كرت آيات القرآن أي حديث ما ماها من نقول كرت هذه آد بوجود هذا رجع مدحونا كحيران رجع مدحونا كحيران التلديد وأنا عدت هذا حبك سنين آد بوجود هذا تدبس النود بمحمود فديان وعذر الله تشهد ما قرناه رجع وتلمامه يانا كاركود صدق صنادود بمسك دبدي ستجناه ولينا شغل قام مقال مركا محمود حنو أركا تقال كأومانتا أو إعلامي شعبي بو هرتي وحقية شعبي بو حقية هنا ميل بي فريانو هدو برعتها غنا إيري بوركي برعي وساقو حري إسهيحي ساقو حري باسوقي شعبي دماية كلمية إعرقابو الشنطة يليح دقف سوى ساري لها كونسل يو هلك قف بضي أي سوية تذكر العقد هذا مشاريع ذا اللي يجي لي دس إلى يومنا هذا العقد له
dhul badan oo degaamo badana ayay ku sugayaan. Shacbiga maxamuud ka hadlayaa uu didinayaa daasada qulxulxda ee uu u tumayaa horta waa kuwa ismanalihi kulmiye gudihiisu ka dagaalamaya maxamuud waa hayaan airport kale uu ka degaya. Waxaanaynu sugaynaa airport-ka kale uu ka dego ayuunbaynu sugaynaa. Waxaan ku gebagabeynayaan kaga baxayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud sinaanyo laba goor ayuu isagoo guddoomiyaha doorasho ku galay. Madaxweyne cidina kulama loolamin. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdina sharci iyo xeer u diidayaa ma jiro inuu laba jeer isagoo guddoomiyaah inuu ku galo doorasho. Arrinkaasuna waa arrin dastuuriya oo dastuurka xisbiga ku yaala oo ku xardhan. Ninkii wax ka qabaana ee dastuurka qodobun baa lagu jabiyaaye qodobka jabinaya ha keeno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta beel wax iskuma wareejiyaan. Xisbigu waa xisbi qaran. Xisbiga qaranna cid waliba waxay u furan tahay inuu ka qayb galo tartanka, inuu ka qayb galo waxaan ku dhahay guddoomiyenimada lagu dooranayo. Haddaan usoo noqdo su-aashaada nuxurkeeda, anigu horta meel lagu ballamay oo maxamuud wax lagu siinayey lagumana siinba karayne anigu ma ogi. Haddiiba se ay tahay in wax laysku wareejiyo, dee nidaamyaaba jiro, rag baaba sistamkaba kusii jiree, yaa dee kuwaasaaba taagnaa haddii cid wax lagu wareejinayo. Laakiin anigu maxamuud waa un dulka boode ma arko meel wax lagu wareejiyey. Waxay la tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnayaa una ducaynayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo. Wuxuu ahaa halyeey, wuxuu ahaa nin dul badan, wuxuu ahaa nin hogaamiye ah, wuxuu ahaa madaxweyne qaran ayuu ahaa. Xukuumad wanaagsan ayuu hogaamiyey. Dowladan wax ka xumaanina ma jiraan. Haddiibise ay dowladda wax ka xumaadeen, madaxweynaha waxba kama xumaane, raggii la shaqaynayey bay wax ka xumaadeen. Waxaanaana aada uga xumahay haddii wax kaga soo baydhaan legasigiisa inaanay saabayn ku yeelan. Madaxweynuhu waa kii u ahaa, calooshiisa iyo maxaan ku dhahdaaye iyo ujeeddadiisa ayaynu raacaynaa. Isagana waxaan leeyahay intaa maxamuudna yuu isku ladhin, madaxweynaha hore yuu isku ladhin in shaqaalaha oo wasiira buux halka uu kaleeyahay buug iyo qalinkii oo istul saaran baanu wareejinay. Madaxweyne wareejiye maxamuud, madaxweynaha Muuse waxba kuma wareejin. Laakiin madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siinaanyo ayaa Muuse ku wareejiyey dowladnimada. Marka taan ayuu sheegan. Aad iyo aad baan idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.